مشاهدينا في كل مكان طابت اوقاتكم جميعا بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم واليكم في برنامجكم رساله حياه. في 28 مارس سنه 1936 اتولد اغنى رجل في اسبانيا. وفي صراع بين الفقر والغنى انتصر على الفقر. قصه كفاح ونجاح كان وقودها الالم اللي قدر يحوله الى امل. ولد عنده 14 سنه شهد أقوى موقف في حياته الموقف ده كان صعب جدا شاف آه والدته وهي داخلة سوبر ماركت بتكلم صاحب السوبر ماركت بتقول له أنا عايز أعيش وجبن وشوية حاجات علشان أعشي الأولاد ويقدروا يناموا قال لها إيه لما تجيبي الفلوس القديمة اللي عليك قالت له طب أنا النهاردة معايا جزء من الفلوس هديهولك وبعد كده أحاول في غضون يومين أو حاجة اسد لك بقيه الفلوس قال لها لما تجيب الدين اللي عليك الاول يبقوا الاولاد يتعشوا ويناموا خرجت من سوبر ماركت وقفت على جنب فضلت تبكي دموعها نزلت على خدها شافها ابنها اللي هو صاحب الموقف العصيب ده مسح دموعها من على خدها وهنا وقف وخد القرار يا امي لا جوع بعد اليوم ولا اقتدار جه هنا لما خد القرار وقال لها بص في عينيها وحاول ان هو يطبطب عليها ويقول لها يا امي لا جوع بعد اليوم ولا انكسار. ساب المدرسه وراح يدور على شغل وخلى الموقف ده نقطه انطلاق انطلق من بدايته. كره عيشه العوز والفقر. اعترض على العيش اللي هو عايش فيها اللي هي الانكسار والفقر والحاجات اللي بتداهمه في امور الحياه والظروف اللي هو كان بيعيش فيها ساعتها. فضل يدور على شغل يدور على شغل وصل لما وصل لحد بتاع يعني مصنع بتاع ملابس قال له انا عايز اشتغل قال له يا ابني انت بتشتغل ايه؟ هو انت تفهم في ايه؟ قال له انا بصراحه مش بفهم لكن ممكن اتعلم. فطبعا رده عجب صاحب الـ الـ الشغل بتاع الخياطه ده فقال له ماشي تعالى نضم لنا الابر ولم شويه الأصائص دي وهنشوف ربنا يسهل ابتدى يلم القصائص ويبص على الترز ده بيشتغل ازاي والخياط ده بيخيط ازاي والتصميم بيتعمل ازاي مخه اشتغل فلما إيه إيه لم القصائص اللي في الارض واحده في واحده ومره في مره وصلهم ببعض وعمل توب او عمل بيهم بلطو بمعنى اصح. واحده في واحده صاحب الشغل او صاحب المصنع بتاع الملابس عجبه جدا الولد. قال الولد ده نبيه راح اشترى له عجله. قال له خد العجله دي ووزع المنتجات بتاعنا الملابس على العملاء. وكانت العملاء دي العملاء بتاعتهم كانوا من الطبقه الاثرياء. فهنا اول حاجه صدفته ان هو عرف ازاي يتعامل مع الطبقه الثريه وكمان عرف ايه متطلباتهم والديزاين اللي هم عايزينه والموضه اللي هم بيطلبوها ايه جمع شويه معلومات شويه بشويه تدرج عين مدير لمتجر مشهور هناك قوي او محل مشهور هناك قوي بعد ما اتعين بقى عنده خبره في السوق اكتر عمل اول تصميم في حياته يعني بتاع بالطو وعمل عشر قطع باعهم لحسابه كسب فيهم لقى الدنيا ماشيه معاه كويس جدا وبعد كده تدرج ومشي في الموضوع والامور كانت بتمشي في ايده كويس جدا وربنا ميسرها قام بمتابعه عروض الازياء العالميه علشان يشوف ايه المواكب للسوق ومطلوب فيه ايه وابتدى ان هو ينفذها باسعار زهيده علشان تكون في متناول الكل، خدوا بالكم هو كان بيوصل الملابس للطبقه الثريه جدا، فما كانش اي طبقه في متناولها ان هي تشتري الملابس دي، فهو بقى يجيب القماش ويفصله ويبتدي ان هو يحط هامش ربح قليل علشان يقدر يبيع بكميات اكبر ذكاء. بعد كده فتح اول مصنع وهو عنده 27 سنه. ابتدى كمان يتدرج ويطور من نفسه عمل التصميمات كان بيعمل التصميم بنفسه وينفذه بنفسه وبعد كده بيوزع برضه بنفسه بيعتمد على نفسه شاركوا اتنين من اخواته بعدين تزوج بقوا هم اربعة شركة وبعد كده اتعرف طبعا عنده ان هو مجتهد جدا معروف عنه الجد والاجتهاد وكمان القصة الكبيرة بقى إن هو ما خدش أجازة طول فترة الحياة العملية، حاجة غريبة جدا، راجل حط رجله على الطريق وتحدى الزمن وتحدى الظروف ومش فارق معاه أي حاجة غير إن هو يحقق هدفه. تعب، تفكير، أي حاجة، المهم إن أنا هوصل لهدفي بالشكل الكويس طبعا. بعد كده كان بيهوى إن هو يتقرب من الجماهير عشان يعرف هما متطلباتهم ايه يعني ايه في الفتره الجايه وعايزين ايه في, في في عالم الموضه والازياء وايه متطلباتهم علشان لما يعمل حاجه ما تركتش في السوق تتباع بسرعه عشان ده كمان بيوقف راس المال وبعد كده عمل ايه بقى ابتكر ما يعرف بال الموضات الفورية يعني إيه الموضات الفورية عمل سن أو عمل عمر محدد للملابس اللي هو بيعملها. يعني عمل دوره عمريه محدوده للملابس، بمعنى ايه؟ كان بيعمل التصميم ويحط في باله ان ده كبيره شهر ويغير التصميم. ينزل البضاعه في السوق وبعد شهر يغير التصميم، ده فين؟ في المحلات بتاعته لان هو بقى عنده كذا فرع وفي المحلات اللي بتاخد منه عشان تبيع. اما في محلاته هو كان بيرفع البضاعه دي بعد 14 يوم لو ما اي قطعه تفضل منها يرفعها ده لو فضلت قطعه اصلا طب ايه الكلام ده اللي هو لو فضلت قطعه اقول لكم ايه هو لما حط الاستراتيجيه بتاع 14 يوم ويرفع الملابس وعمل دوره اللي هي اربع اسابيع بشكل عام مش بس في محلاته في المحلات الاخرى عمل ايه بقى من خلال ده خلى العميل يسارع ان هو ينزل يشتري المنتج بسرعه جدا قبل ما يخلص ذكاء بقى وحاجه اسمها الكلام ده احنا بنسميه الفكر الهوائي وهنتكلم دلوقتي على الفكر الهوائي او نوع الفكر بالهواء بعد كده اشتغل على نفسه طبعا جدا وبقى يدرس السوق عمل ايه عين مستكشفين للازياء الموضه العالميه اللي بتتم كل فتره بشكل دوري لعروض الازياء والتعرف على اذواق واحتياجات العميل. اصبح واسع الانتشار، ازاي؟ هو بيتعامل مع الناس بطيبه كعملاء يعني فلما اتعامل مع الناس بطيبه عمل ايه؟ ابتدت الناس واحد يقول للثاني، يعني انا مثلا اشتريت منه حاجه دلوقتي فعاملني بطيبه، ابتديت ان انا اقول لواحد صاحبي. واحد صاحبي ده عنده زمايل في الشغل بقى يقول لهم والزمايل في الشغل دول عندهم قرايب، كل واحد تخيل لما يقعد في عيلة ويقول، تخيل شوف الانتشار بقى عامل ازاي، فطبعا ده خلى سيرته حلوة جدا على المستوى العملي، وخلى لما ينزل منتج ما يفضلش في السوق تماما، خصوصا ان هو مستخدم استراتيجية الشهر الدوري، اللي هو عمر السلعة، عمرها شهر وبعد 14 يوم يعني يرفعها من محلاته هو بتاعته هو، كل ده سلسلة متربطة في بعضها ده عمل إيه كمان؟ نستنتج من خلال ده إنه هو ما احتاجش آه اعلانات في التلفزيون الإعلانات الباهضة اللي بتكلف تكلفة عالية جدا طيب ده معناه إيه؟ إنه هو بيكسب كتير جدا التكلفة وفرها بتاع التلفزيون بس هو بذكاء شال جزء منها بشكل غير مباشر وادى للعميل تاني لان يعني هم بيعملوا له انتشار ادهولهم في ايه في كوالتي في نزول في الاسعار شويه شغل مخه قوي نرجع ونقول الفكر الهوائي بيكون فكر خارق خارق هنتكلم عنه دلوقتي ونشوف الراجل ده ازاي وصل اشتغل على شغله بشكل يعني شمولي عمل سلسلة محلات تقريباً بقت منتشرة جدا في اسبانيا. عمل شعار، ايه هو بقى الشعار؟ هو كان عنده مبدأ شغال بالمبدأ ده، والشعار اللي هو عمله هو ايه بقى؟ ملابس أنيقة بسعر زهيد، خلى كل الناس حتى اللي مش قادر يلبس الملابس اللي هي الراقية والحلوة قوي بتاع الطبقة الراقية اللي معاهم فلوس، خلى الكل يلبس، ما خلاش حد محتاج حاجة. توسع حجم مبيعاته بشكل مهول. ابتدى ان هو يشتغل على ان هو يبقى انترناشونال. يبقى فاتح في جميع الدول. شويه شويه بقى فاتح في جميع العالم دلوقتي. الراجل ده هو صاحب محلات زارا. زارا امبراطوريه زارا اللي احنا كلنا عارفينها. الراجل ده اسمه امانسيو اورتيجا. اورتيجا الراجل اللي حول الراجل البسيط تحول من فقر او تحول من راجل فقير معدم الى اغنى رجل في اسبانيا. هو من اول ست اغنياء على مستوى العالم قدرت ثروته ب 75 مليار دولار ده الكلام دلوقتي ده وانا بكلمكم طبعا قبل الزياده. بعد ما خلص السطر اللي انا قلت فيه 75 مليار دولار ممكن تكون زادت طبعا بارقام يعني ربنا يزيده ما دام الراجل اشتغل على نفسه وهنا رساله الحياه بتقول لنا بايدك تشتغل وتشغل كل قدراتك وتحول من اقصى موقف مؤلم في حياتك لاسمى مستوياتك واسمى اسمى مستويات ذاتك أسمى كل المستويات اللي حواليك فكرك، معيشتك، مالك، لبسك، أمورك، آآ آآ المكان اللي أنت بتعيش فيه، الحاجة اللي أنت بتنتقل فيها زي السيارة زي غيرها فأنت بإيدك إن أنت تحول كل ده لأسمى مستويات ذاتك. واجعل من كل ألم قصة نجاح متوجة بالأمل. خلينا نناقش مع بعض الكلام ده. الكلام ده كل حاجة في الحياة ليها بداية وليها نهاية، ليها منبع وليها مصب، ليها حيثيات أسباب وليها حاجات بتوصلني إن أنا أوصل لهدفي، طيب لو جينا نناقش مع بعض المنبع بتاعه هو جرح والدته من هنا نبع أو الموقف الصعب جدا اللي إحنا إتكلمنا عليه في بداية القصة، هو ده الشيء المنبع اللي حركه وخلاه يشتغل. أه المحرك بتاعه بقى الدافع هو انكسار والدته، على فكره في المنبع وفي المحرك وفي الحيثيات وفي المصب كلها والدته. هنشوف ايه سر النجاح؟ ان احنا نطيع والدينا ولا غير كده؟ كل ده هنشوفه دلوقتي. المحرك بتاعه قلنا انكسار والدته اثر فيه جدا نفسيا. اعترض على عيشه الفقر والواقع الاليم اللي هو كان عايشه. كره عيشه العوز والاحتياج الحيثيات بتاعته يعني الحاجه اللي بتوصلني او الاسباب اللي بتوصلني الشغف اللي جواه الرغبه المشتعله اللي جواه اللي بتخليني اعمل كل حاجه وما احسش بالوقت ولا حس بتعب العمل الدؤوب بيشتغل بشكل يعني بنقول دايما يقولك اشتغل بضمير لا بيشتغل بجد الفكر المستمر فكر بشكل مستمر الإبداع ومواكبة التطور في المجال بتاعه يعني احنا النهاردة مش بنتكلم على واحد ترزي أو حد مثلا بتاع مصنع لا احنا بنتكلم على كل حاجة ممكن نطبق ده موضوع الإبداع ومواكبة الفكر وتطوره لو انا بشتغل عامل ولو أنا بشتغل مهندس، ولو أنا بشتغل دكتور، ولو أنا بشتغل مذيع، ولو أنا بشتغل أي حاجة. أي حاجة، تقدر تطور لأن مفيش العلم ليس له ساحل وتقدر تطور من نفسك كتير جدا. طيب، المصب، المصب هو إيه أو الناتج اللي أنا وصلت له النهاية؟ التخلص من عيشة العوز والاحتياج، والحمد لله خلص منها. حفظ ماء وجه أمه، أمه اللي بتتكرر لنا في كل شوية دي والدته لها اثر فعال جدا. طيب الوصول للراحه لراحه البال والسعاده. ادي إيه كل الموضوع. طيب ليه دايما والدته في كل حاجه؟ ربنا اعتقد في جميع الاديان ان هو وصى على والدينا وخصوصا في في, في الدين الاسلامي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وبعد كده قال ايه؟ مباشره بعد ربنا وبالوالدين احسانا اما يبلغن عند عندك الكبر احدهما او كلاهما. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وافرض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا الام يا جماعه بركه الوالد بركه لو والدك والدتك موجودين اعرف ان انت عندك كنز عندك ايقونه والله حاولوا يعني تستغلوا او تستثمروا الفرصه دي. طيب الراجل ده كان بيفكر بطريقه فكر الفكر بتاعه ده اسمه الفكر الهوى. طيب خلينا نعرف يعني ايه فكر الهوى خلينا اصلا نتعرف على طريقه الافكار. الافكار هم اربع عناصر. الاربع عناصر دول مكونين الطبيعه. طيب الاربع عناصر هم الميه والهواء والنار والارض. دول اربع عناصر الفكر اللي اي انسان مننا اكيد بيفكر بواحده منهم. طيب خلينا نشوف ايه موضوع العناصر الفكريه دي وازاي اعرف نفسي واكتشف نفسي انا وافكر بانهي طريقه هنشوف دلوقتي لو بدانا بطريقه الارض دي بتعبر عن الاساسيات لان احنا النهارده لو حبينا نبني عماره او نبني اي حاجه بنبنيها فين على الارض اذا هي بتعبر عن الاساسيات وبتعبر عن منطلق بما ان اذا يعني بتعبر عن اللوجيك عن المنطق عن واحد زائد واحد يساوي اتنين بما ان انت شايفني دلوقتي وبتسمعني على الشاشة بتاعت حضرتك في التلفزيون اذا انا موجود وحي ارزق يعني حاجات بديهية جدا بما ان ان انا في كوباية اهي وفيها مية اقدر اشرب تمام بما ان انا شربت يبقى الكوباية دي كان فيها مية الحاجات المنطقية اللي ما تقبلش اي جدال لو جينا ناخد آه مثل يجسد لنا الموضوع ده هنقول انا لما اجي اتعلم سواقه بعمل ايه لازم اتعرف على الحاجات اللي بتكون السواقه لان طريقه الفكر دي اصلا بتعمل ايه ليها علاقه بالمكونات انت بتعرف الحاجه وايه ليها علاقه مكونه بايه وايه اللي, اللي بيطورها وايه اللي ممكن يتلفها وإزاي أربط كل دول في بعض عشان أوصل للموضوع. طيب، موضوع الأفكار ده أنا أصلاً قلته النهارده ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ الهدف من إعداد الحلقة بتاعت الأفكار دي عدة أهداف، سعادتك وراحة بالك في النهاية، وتخلصك من كل مشكلة قد تحدث معاك. أنت لو طفل صغير هتعرف تظبطها في مدرستك وتعرف ازاي تتعامل مع المدرس بتاعك وازاي تتعامل مع المادة اللي قدامك، ولو انت شاب هتعرف ازاي تتعامل مع خطيبتك لما تخطب، ولو انت متجوز هتعرف ازاي تتعامل مع زوجتك وتقلل المشاكل جدا، وازاي تتعامل مع الطفل، ازاي تتعامل مع مديرك في الشغل، ازاي تتعامل مع أي حدث قدامك، مش عايزين نسميه مشكلة، خلينا نسميه حدث أو مسألة، أي مسألة تقدر تحلها بشكل كويس جدا لأن أنت بتتعامل احيانا مع جماد اللي هو الحدث واحيانا مع انسان هنا الفكر لما بتقدر ان انت تكيف امور فكرك وتختار واحده من الاربعه دول على على بناء على الحدث اللي انت فيه والانسان اللي انت بتتعامل معاه بتنجح جدا احيانا بيصادفك انسان عصبي تتعامل معاه ازاي واحيانا بيصادفك انسان عصبه يعني بارده جدا او بلاش برد خليني اقول عصبه هاديه قوي واحيانا تكون انت في المبيعات فبيورد بقى عليك في اليوم ربنا يعينك جميع انواع الفكر وجميع انواع الشخصيات وجميع انواع كل حاجه. فازاي يعني نوصل للراحه وراحه البال والراحه الفكريه والراحه الجسديه خلي بالك لما المخ بيتعب او لما العقل بيتعب بتتعب يعني حتى جسدك بينعكس عليه. نرجع لطريقه الارض انا جيت دلوقتي اتعلم سواقه. محتاج اعرف العربيه دي مكوناتها ايه بس طبعا مش مكونات العميقه وتكوين الموتور والقصه دي كلها لا المكونات اللي انا ليه علاقه بيها عشان استخدمها محتاج اعرف ان في فرامل وفي دواسه بنزين وفي مفتاح بيدور الفرامل والعربيه دي بتمشي بايه نوع الوقود طيب عايز امشي هدور العربيه هدي اوردر لدواسه البنزين برجلي ان انا ادوس عليها هو الاوردر من المخ تمام اديته الجسمي اللي هو الرجل داس على دواسه البنزين، دوست البنزين دوست البنزيم بتفتح البوابه بتاعة المطور فبتدخل بنزين مهم يعني مش هنخش في العمق فبتمشي. باختصار عايز امشي بالعربيه هدوس بنزين. داخل على تقاطع وشايف في عربيه قدامي او حد بيعدي هدوس فرامل هتقف العربيه. بما ان, إن انا دوست فرامل العربيه وقفت. بما ان انا هدوس بنزين اذا العربيه هتمشي. وهكذا. بما إن, ان انا بمشي كتير محتاج ان انا احط بنزين وبما ان انا حطيت بنزين العربيه ممكن تمشي معايا مثلا 200 كيلو او 400 كيلو على حسب الكميه اللي انا حطيتها هي دي طريقه الارض طريقه الارض لو جينا ناخد مثال تاني يجسد لنا الموضوع ده لو فرضا ان في مكان حصل فيه سرقه ف فريق البحث الجنائي بيعمل ايه بيخش يرفع بصمات فبما ان البصمه دي خدتها وطبقتها عندي على الكمبيوتر وطلعت بتاع الشخص المعين لان كل انسان مننا مسجل كل البيانات بتاعته فطبعا هو بيخش يشوف ده البصمه دي بتاع الشخص اسمه فلان الفلاني ومحل اقامته في المكان الفلاني فبما ان بصمته موجوده في المكان اللي تم فيه سرقه اذا هو ليه علاقه ما بنقولش ان هو سرق ممكن يكون كان جاي ضيف ممكن يكون اي حاجه المهم هو ليه علاقه الحيثيات بتقول لك ايه؟ لازم تعرف هو اتسرق في حدود الساعه كام مثلا من الساعه 6 للساعه 7 او من الساعه 6 مثلا ل 10 بتحصر الوقت عشان تشوف مين اللي جه ومين اللي راح لو في كاميرات بتفرغها القصه دي كلها بتبص على النوافذ هل في شباك مكسور ولا دخل من الباب هي دي الطريقه بتاعه الاساسيات الطريقه اللي بيستخدموها الناس اللي هم بتوع البنوك خلينا نقول واحد زائد واحد يساوي اتنين الطريقه اللي تقريبا ناس كتير جدا بتستخدمها فانت بتستخدمها مجبر في حاجات من الثوابت اللي هو لو طبيعه عملك اه ليه علاقه بده فبتستخدمها بالشكل ده ولو انت بتسوق عربيه مضطر ان انت تستخدم طريقه الفكر دي حتى لو انت مش بتعتمدها بشكل اساسي طيب دي كانت اه طريقه الارض طيب انا في صدد دلوقتي ان انا يا يعني اما اطور من الطريقه يا اما اغير طريقتي علشان اوصل للاحسن لو انا عندي بواجه مشاكل طب ما تيجوا ناخدها خطوه خطوه ونشوف نتطور منها ازاي اقدر ان انا اطور من طريقه الارض لو حضرتك بتستخدم الطريقه دي في حل انا هديه لحضرتك هتكون خارق بالنسبه للناس اللي بيستخدموا الطريقه دي وهو الخطه او البلان البلان الفكري او الخطه الفكريه ايه هو الخطه الفكريه دي لو انت بتواجه مساله وعمال تسوف تسوف كل شويه تاجل تاجل فيها هتعمل ايه هتيجي تكتب جيب ورقه وقلم تيجي تكتب في النص كده في مربع انا ليه باجل وطالع منها سهم كده هل هو سبب مادي وطالع سهم الناحيه الثانيه هل هو وقت وطالع سهم او نازل سهم منها كمان هل الموضوع موضوع فكري واجي افصص الامور وابتدي ان انا اعرف اوصل لها ازاي طيب لو انا جيت خدت مثلا آه خلينا نقول هو السهم ده احنا قلنا عليه إيه؟ تقريبا الوقت آه, اه الوقت تمام الوقت لو جيت اقول الوقت طيب انا ليه مش عارف اضبط وقتي هل انا بقعد على السوشيال ميديا كتير احاول حد منها هل انا أه بكلم اصحاب اكتر من اللازم واصحابي كتير قوي اكتر من المطلوب واكتر من المعتاد ما نكونش احنا مش بنقول ملكش اصحاب لا يكون لك اصحاب طبعا مفيش مشكله احنا ناس في مجتمع بس اكتر من اللازم بياخد وقتي هل انا بقعد على القهوه كتير هل انا لما اجي اروح مشوار باخد طريق زحمه جدا احاول لما حطيت الموضوع هحاول احله ليه لان انا النهارده لما بحط ايدي على العيب او على الخلل بقدر ان انا يعني اعالجه بسهوله جدا لكن انا يكون عندي اقدر احل كل حاجه بس مش عارف وجهتي فين مش عارف البوصله مودياني فين هحله ازاي فانت علشان توصل للخلل يبقى حليت نص المساله ادي موضوع الوقت نيجي لموضوع الامكانيات هل انت مش عندك امكانيات هتيجي هنا في الموضوع تعمل ايه هتقول ان انا ليه مش عندي امكانيات ماديه هل انا مش بنتك في شغلي كويس طيب هل الشغل مجال الشغل ده انا مش حابه عشان كده مش بنتك فيه؟ يبقى غير مجال شغلي. طيب لو هو مجال شغلك وحلو وانت حابه لازم تكون هتنتج فيه ولازم يعود عليك ب يعني ماديه كويسه تكافئ تعبك. خلينا نقول لو ما كانش ممكن تزود ساعات العمل، ممكن تاخد اوفر تايم او تاخد يعني ساعات عمل زياده فتاخد مقابلها فلوس. او تشتغل شغل تاني معاه هيسند شويه. ولو حضرتك بتصرف كتير جدا تحاول تعمل ميزانية يبقى احنا كده اتكلمنا في الاتنين تعالوا للثالثة هل أسباب ذهنية هاجي أقول النهاردة مثلا أنا لو أنا محتاج أن أنا أعمل دكتوراه أو ماجستير فهاجي أقول لنفسي في الأسباب الذهنية دي أو استيعاب عندي هقول النهاردة يعني استثمار والنهاردة ديسكاونت والنهاردة تنزيلات وفرصة أن أنا أعمل الماجستير او الدكتوراه ليه لان اول حاجه عندي الاستيعاب عالي جدا احسن ما افضل اجل اجل ويجي بعد خمس سنين خمس سنين انا مش زي النهارده ليه لان انا النهارده لو فرضنا ان في قدامي جذع شجره وقدام البيت ومضايقني انا عمال اجل اجل هو كجذع بيشتد كل يوم يبقى قوي وانا كانسان قوتي بتتناقص يوم بعد يوم فلو عملته النهارده اسهل بكتير جدا من بكره نرجع تاني ونقول عندي الاستيعاب اعلى الذاكره اعلى لو انا ما كنتش متجوز دي ده كويس جدا تربه خصبه ان انا اعمل الموضوع ده طب لو انا متجوز وعندي طفلين طب ما انا ممكن افضل اسوف وبعد خمس سنين يكون عندي اربع اطفال فعندي الميموري وعندي الاهتمامات وعندي الوقت دايما بينشغل وذهني مش هيكون مهيا لو انا دلوقتي الحاجات اللي في ذهني قد كده بعد خمس سنين ولا بعد سنتين ثلاثه تبقى قد كده بتزيد الاهتمامات بتزيد والامور بتزيد، فهنا لازم تستغل او ضروري جدا لازم تستثمر الفرصه، هي دي خطه البلان الذهني. طيب ايه فوائده؟ فوائده ان انا مش بحمل على العقل، بطلع الفكره من العقل واحطها. لما كانت في العقل كنت بفكر فيها بالعقل بس، احيانا العقل بيتعب، واحيانا انام أنا واصحى تكون فكره طرقت على بالي بس نسيتها. لما يكون قدامي اولا مش بحمل على العقل، ثانيا بشرك العين في التفكير مع المخ انا كده كسبت اتنين تلاته بيتحلف كذا فكره تانيه كل ما تنطرح فكره عليا جديده او تيجي على بالي بحطها كمان بشوف هعمل ايه واحط ايه مين فين امتى الموضوع ده مهم جدا فهنا هيخلي طريقه الفكر بتاعتي خرقه او حادة بالنسبه للناس اللي بتفكر بنفس الطريقه هنيجي لطريقه الميه طريقه الميه اللي جسدتها لنا نقطه الميه خلينا نقول لو انا دلوقتي في تكييف في العماره بينزل وتحت في محل صاحب المحل ده عمل رخام وتمام التمام التكييف بينزل نقطه ميه نقطه في نقطه في نقطه خرمت الايه الرخام نقطه الميه او التفكير بالميه اللي جسدها لنا نقطه الميه اللي بتنزل باستمرار على صخره رغم قوه الصخره الا ان هي بتتفتت في الاخر مين اللي كسب الميه الميه مش قويه و... والصخره قويه جدا فهنا بيقول لك ايه الرساله بتقول لك ان الاستمراريه ليها قوه خارقه ما نعرفش قد ايه وما نعرفش مداها ايه خلينا ناخد مثال بشري مش مثال بقى ميه وحاجات يجسد لنا الموضوع ده موظف شغال براتب قليل يدوب ماشي بحياته بالزق بالستر كده كويس هو مستمر ومش بيسيب شغله الاسكندنا ماشيه معاه بالزقه ممكن في اخر الشهر يعني يستلف عشان يكمل اليومين الباقيين مفيش مشكله بس هو مش ايه مش بيسيب شغله بقاله تاريخ كبير جدا شغال في الوظيفه بتاعته هو هنا بيستفيد ايه لما كل ما زود التاريخ بتاع شغله بيستفيد حاجات مش قدام عينه دلوقتي بس بعدين يعرفها هو بياخد مرتب يدوب وبعدين عنده كارنيه صحي بيروح لما يكون عنده برد لا قدر الله او حاجه او حد من عنده اولاده او حاجه بي بي بيكشف عليهم ومش عارف ايه والدواء والكلام ده كله مجانا او بحاجات بسيطه في اتوبيس بيجي او بيعدي من مكان معين فهو بينتظر الاتوبيس بيروح بيه الشغل فبرده ده مش بيخليه ان هو يصرف في كمان بدل بدل اوفر تايم بدل وقت اشتغله زياده في بدل انتقال ممكن في في نهاية الخدمة في مكافأة إيه هيجوز بيها بنته أو ابنه طب إزاي عرفنا عنده ابن أو بنت إيه الكلام ده جبته منين لأن هي تاريخ يعني المية دي استمرارية تاريخة عراقة تاريخة جذور في الأرض ممتدة والطريقة دي قوية جدا صعب جدا الهد فيها نرجع لموضوع بنته وابنه إزاي عرفت هو علشان ياخد معاش يبقى عنده ستين سنة فلو عنده بنته محتار وعمال يفكر وازاي اجهزها وازاي اجوزها وازاي اجيب لابني يعني اساعده شويه ولا حاجه في نهايه الخدمه بياخد قرشين كده يساعدوه في الحياه مكافاه نهايه الخدمه فهي طريقه تعتمد على الاستمراريه بس قليله لكن بعد الاستمراريه بتكون ليها نتيجه كويسه طيب لو جينا نشوف الطريقه بتاعت احنا كده اتكلمنا في الارض وفي الميه فاضل الهوا طريقة الهوا اللي كان بيستخدمها صاحب شركة زارة طريقة الهوا كان بيستخدمها الناس اللي دايما سطروا التاريخ باسمهم أمانسيو أورتيجا كان دايما بيتبع الطريقة دي ليه؟ هو كان بيفكر ان هو لما يتعامل معاملة طيبة بيكسب الناس فمش محتاج ان هو يعمل اعلانات، كسب بشكل غير مباشر وبطريقه ما حدش يتخيلها وكمان كسب لما قعد بدا من الصفر ولو تلاحظوا الراجل بتاع المصنع اما ساله قال له انت يا ابني تعرف تشتغل ايه؟ قال له انا ما اعرفش بس ممكن اتعلم بس رد الفعل عامل ازاي؟ ممكن اتعلم اذا عنده الاستعداد ان هو يتعلم الناس دي اللي بتبدا من الصفر الناس دي اللي ملهاش ورث الناس دي اللي كانت فقيره الناس دي اللي شغلت مخها الناس دي اللي فعلا فكروا بكذا فكر وعنده ظلم الدنيا وعنده ال... الفقر وعنده الظروف وما استسلموش ابدا لاي ضعف بيواجههم في الحياه تعالوا ناخد مثل الهوا كان بيستخدمه آه يعني لو جينا نشوف من علماء قبل ما نضرب اي مثل خلينا نشوف مثل من, من العلماء جاء اينشتاين في سنه 1905 وجي وقف كده قدام المجتمع العلمي وبهره لما وقف قدام المجتمع العلمي قال لهم كلمة قال لهم إيه اللي هيحصل لو أنا ركبت موجة الضوء انبهرت الناس يعني إيه يركب موجة الضوء ده معناه أنه هيسافر في المستقبل يعني هيسابق الزمن ونقطه الضوء دي سريعه جدا يعني انا لو فرضا ان انا ماشي بعربيه كده على قدي وكبيري كده ماشي 60 على طريق سفر وحضرتك راكب عربيه حلوه جميله كده وماشي من جنب 180 هتعمل ايه هتخطف من جنب كده انا بالنسبه لك ان انا واقف ولا كاني ماشي 60 من 180 لو طرحناهم هيفضل كام هيفضل 120 يعني بالظبط كاني انا واقف وانت عديت من جنبي كده سرعة الصاروخ انا واقف وانت السرعة اللي انت بتمشي بيها بقى ساعتها هتبقى 120 لان انا 60 وانت 180 طيب لو انا مفيش خالص هيفضل عندك انت كام 120 انا واقف تماما وانت عديت من جنب 120 ايه الفرق ولا هعرف اجيبك ولا اعرف اجري وراك ولا اعرف احصلك اصلا ده طريقة الفكر الخارق الطريقة دي اللي بتعبر عن ايه اللي هيحصل لو انا بقت, بقت عندي الفيلا دي إيه اللي هيحصل لو أنا هبقى صاحب القصر ده؟ إيه اللي هيحصل لو أنا ركبت العربية الروز رايز دي أو العربيات اللي هي الغالية جدا؟ إيه اللي هيحصل لو أنا بقيت عالم؟ إيه اللي هيحصل؟ الكلمة دي أو السؤال ده هو اللي بيعبر عن طريقة الفكر، يعني إيه الكلام ده؟ يعني فكرك يكون خارق، فكرك يكون على غير ذي عادة، فكرك يكون مقدام، بتفكر الفكرة وتنفذها. فكرك يكون مش مرتبط بأي قيود ولا أي قيود تقدر تسيطر عليك أبدا لا عيشة ولا أي موضوع ولا أي حاجة ده زي صاحب شركة زارة شا صاحب شركة زارة أصلا أبوه كان بيشتغل في بيشتغل عامل في السكة الحديد والدته كان بتشتغل في البيوت ما فيش أي حاجة وقفته نهائي ليه؟ لأن هو عنده شغف ليه هدف عايز يحققه الهدف ده جه من ألم جواه حدش يقول لي الظروف وتعبان وغلبان ومحروم ومكسور ومفطوم الكلام ده كله تقدر انت تغيره باذن الله وهتوصل لاحلى مستوى باذن الله بس حط رجلك على الطريق وما تنزلش ان شاء الله هتكمل طيب نرجع لموضوع طريقه الهدف او في ازاي احققه عن طريق الهوى طريق الهوى ده موضوع اينشتاين لما عمل كده بهر المجتمع العلمي لان هو كان خارق الفكره دي بتعتمد على التوقع المرئي بتعتمد على الخيال بتعتمد على زي ما قلنا من شويه الجرأه في التفكير والاقدام في تنفيذه بتعتمد على ان انت قاعد وبتشوف ايه الفكر المبتكر اللي ممكن تنفذه الفكر ده ناس استخدمته كتير مين اللي عمل الفيسبوك شاب اسمه مارك فقعد وعمل الفيسبوك النهارده هو ملكيته قد ايه ومصنف كام في العالم من الناس الاغنياء اللي فيه تخيل هل شاف حد كده حد قبل كده عمل الفكره دي وابتدى يمشي بالطريقه المتبعه المعهوده المتداوله؟ لا فكر وقرر واشتغل وكسب وعمل وهو النهارده مفيش مش محتاج حاجه تاني وعلى فكره ويقدر يعمل فكر تاني ويقدر يطور اكتر من كده. الطريقه اللي جايه دي طريقه النار. طريقه النار هي طريقه بيستخدموها الناس اللي بتسطر التاريخ الناس اللي بيكتبوا اسمهم على لوحة التاريخ هنشوفها طريقة النار أنا سميتها النار علشان هي بتعبر عن الرغبة المشتعلة اللي جواك بتعبر عن الشغف بتعبر عن حبك للنجاح بتعبر عن الترجمة يعني إيه الترجمة دي يا أبو حافظ أنا أقولك يعني إيه الترجمة إن أنت جواك إنسان عايز تترجمه على ارض الواقع وتشوفه ماشي قدامك ازاي انسان جوايا ويمشي قدامي الانسان اللي جواك هدفك وحبك وشغفك بتطلعه قدامك وبتشوفه بتشوف شغلك وهو بيمشي بشكل كويس جدا بتشوف رسالتك وانت بتقدمها في الحياة بتشوف الهدف وخدمتك وخدمة كل محيطينك وخدمة الإنسانية بالكامل النار ده قصة تانية خالص هنتكلم فيها النار هنشوف مثل خلينا نقول من العلماء وبعد كده هنشوف من الناس اللي احنا يعني نقدر ناخد مثل بيهم العلماء توماس اديسون عمل ايه عمل الف طريقه علشان يكتشف المصباح الكهرباء اللي احنا دلوقتي قاعدين تحته ودلوقتي انتم شايفيني بواسطه النور ده فضل يجرب 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 لا مل ولا كل ولا أصابه أي حاجة من الملل وما كانش عنده ملل أبدا كان عنده الأمل والمعافرة طريقة النار لما هو جه عمل العدد ده من المحاولات فالناس سألته قالت له تعال انت عملت قرابة الألف طريقة وكلهم فشلوا وما غير هي واحدة قال لهم لا انتوا مش فاهمين ده أنا نجحت ان أنا ألاقي ألف طريقة ما تنجحش علشان انا ما مرش بيهم تاني اضيع وقت وجهد وافضل اهري زي ما بيقولوا ولا الجيل اللي ورايا يجي يجرب نفس الطريقه انا عرفت ان دي فاشله حطيتها على جنب وانا وقتي ما راحش المهم في الاخر ان انا كسبت يعني ايه الكلام ده يعني هو جواه علم وجواه شغف عايز يحقق رساله طيب هو ايه اللي همه في الموضوع ده كله ان هو يوصل لهدفه مش فارق معاه التعب ومش فارق معاه انا خسرت قد ايه مش مشكله مش دي القصه القصه بيتكلم فيها في حته تانية خالص لو جينا ناخد دكتور من الناس المحترمه يجسد لنا الموضوع ده هيكون مثل واقعي يمكن اوضح شويه من توماس اديسون دكتور بيشتغل في مستشفى حكومي ومرتبها قليل هنقول هو مفروض عليه علشان مثلا يعني لسه متخرج هقول حتى بعد ما يتخرج بيبقوا ناس كبيره وبتشتغل وما مشكله خالص، بيشتغل في مستشفى حكومي مرتبه قليل وعنده عياده والعياده دي بتدي له عائد قوي جدا، طب ايه اللي يخليه يشتغل في مستشفى حكومه؟ هنشوف دلوقتي، طيب في العياده عنده لما بيروح بيلاقي شخصين او حالتين عايزين يعملوا عملية والباقي كله كشوفات، طيب لو افترضنا ان هو عنده الكشف ب 50 جنيه، لو افترضنا والعملية عملها ب 2000 جنيه، اللي يخليه يكشف العشر 10 أشخاص ويضيع فيهم الوقت والجهد ده كله 50 في 10 مش جايبين 500 جنيه، مش جايبين ربع مبلغ العملية اللي يقف يعملها في خلال ساعتين ويروح ينام، صح؟ قصة ما بيحسبوهاش بالفلوس ولا انا حصلت كام ولا انا كسبت كام الموضوع ده مش في بالهم خالص الناس بت بتوع... بتوع النار بتوع التفكير ده الموضوع بتاعهم ان هو لما كان في المستشفى ان هو حاطط ان هو يقدم رساله طول ما هو في المستشفى الحكومي بيجي له ناس من الجامعه اللي هم لسه متخرجين فبيسالوه هو بيديهم الخبره بتاعته اللي هم جايين يدربوا ادي اول حاجه بيديهم الخبره مش بياخد فلوس عشان يديهم الخبره تاني حاجه دايما المستشفى الحكومي بتكون اسعارها زهيده جدا على القد واحيانا في مجانا ايه اللي خليه يقف كده عشان عايز يعني يخلص الناس مثلا من وباء من مرض من اي حاجه ده في دكاتره محترمين جدا اللي في 57 واللي في القصر العيني والريش وغيره وغيره ناس بجد يعني نماذج تتحط على الراس بامانه المهم ليه فاضل هو في المستشفى دي مش فارق معاه العائد بس فارق معاه أنه هو خلص ابن ادم من حاجه فعلا كانت بتداهمه مرض المرض بيزل فهو ده اول حاجه بتاع المستشفى نرجع تاني لعيادته طيب ليه يعني ما بياخدش بس الحالات اللي هي فيها فلوس كتير علشان وليه عامل اصلا تذكره قليله يعني الفيزا بتاعته مثلا 50 جنيه علشان برضو نفس السبب ان هو يحاول باذن الله يخلص كم حد من المرض او يحاول يساعد الناس واحيانا تخش الدكتور لو تلاحظ يعني تلاقي عنده المندوبين بيجيبوا نموذج كده بتاع او عينات بتاع الدواء يقول لك اه طب خد الدواء ده بيديهولك ببلاش اصلا لما يلاقي بس على حسب اللي قدامه هو عايز يشوف اللي قدامه ماشي هديهوله ولا ايه ولا كده فبيديهولك مش, مش مش يعني هو مش منتظر حاجه نيجي بقى حتى برضو لسه في في موضوع الدكتور هو ليه بيشتغل هنا 8 ساعات في المستشفى ويرجع يشتغل تاني خمس ساعات هو الراجل ده ما بيتعبش ما بيتعبش ايه اللي بيخليه ما بيتعبش طب الساعه ما بتعديش عليه هو عقارب الساعه دي ما بيبصش فيها لا 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 ما بيبصش فيها وحتى لو بص فيها مش فارقه معاه ليه لان الشغف اللي جواك بيخليك مش حاسس بالتعب الشغف اللي جواك بيخليك مش حاسس بالوقت عارف لما حد يروح مثلا يقابل خطيبته ولا حاجة ويقولك يا احنا بقالنا ثلاث ساعات ده انا ما حسيتش بالوقت واحد يروح السينما ويخش مثلا يتفرج على فيلم بيعجبه قوي او عجبه ونفسه يتفرج فيه ثلاث اربع ساعات ثلاث ساعات مثلا او ساعتين ونص يقولك ايه ده هو الفيلم خلص ده ولا كأنه نص ساعة الحاجة اللي احنا بنحبها الوقت بيمشي بيها بسرعة فثمان ساعات على الخمس ساعات 13 ساعه ولا حاسس بيهم التعب اللي هو بيعمله لما بيشوف ضحكه في عيون الناس من قلبهم هو بيتبسط جدا هنا الطاقه دي بياخدها من هنا فالقصه كلها مش فارقه معاه ده فكر النار وهنا في رساله انا عايز اقولها للاباء واقولها لنفسي انا اول واحد ايه هي سيب ابنك يكتشف الشغف بتاعه وسيب ابنك يشوف طريقه والميول بتاعته اللي هو هينجح فيها يعني ايه الكلام ده يعني في اسر يقول له يا ابني انا عايزك دكتور ده العيلة كلها دكت انا يا ابني عايزك مهندس ده العيلة كلها مهندسين انا يا ابني عايزك ظابط اصل العيلة كلها ظباط انا عايزك يا ابني مثلا خلينا نقول تاجر اصل العيلة كلها تجار او مستوردين لا سيبه يكتشف شغفه بدل ما هو مش ميوله الطب وبتدخله طب وفي الاخر ينسى المقصف في بطن الحاله سيب ابنك يكتشف الشغف بتاعه ويشتغل عليه بجد هقول لك ليه هما في كلمتين بجد والله سيبه يسطر اسمه على التاريخ سيبه يكتب اسمه سيبه يعيش مرتين لو انت بتحب ابنك بجد انا عارف ان كل ده بيحصل من الاباء بيحصل مننا يعني بدون ادنى يعني من غير ما نشعر من غير ما نقصد عايزين له احسن حاجه وعايزين نشوفه احسن حاجه بس والله هو اتجاهه حاجه تانية لما انت بتسيبه بيكون شاطر قوي في الحته دي بيسطر اسمه على التاريخ زي ما بنقول بتسيبه بيوصل بتسيبه بيعرف يقدم رساله بتسيبه انت هتفتخر بيه بكره تشوفه حاجه تانية خالص فهنا احنا بنقول يا جماعه خليهم يشوفوا اتجاههم طيب احنا فاضل عندنا كده النار احنا قلنا النار والهواء والمية فاضل الطريقة اللي بعد كده طريقة الأرض احنا قلناها طريقة الهواء طريقة المية اه طريقة النار هنيجي للفكر الخامس الفكر الخامس بكل بساطة عشان ما في عمق العلوم بتاع التنمية البشرية والتعقيد احنا متعودين دايما على البساطة الفكر الخامس هو انت تفكر ويكون عندك مرونه فكريه، يكون عندك لياقه عقليه، تتخلص من الفكره المعلبه، تتخلص من صلابه الفكر، تكون مرن، تكون تقدر تستخدم كل الاربع افكار دول مش فكر واحد، تستخدم الطريقه الخامسه استخدام الاربع افكار على حسب الموقف اللي انا فيه. والشخص اللي انا قاعد معاه وعلى حسب الـ 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 الحدث اللي انا فيه طيب ليه لان ما ينفعش ان انا اكون دلوقتي راجل مدير بنك وبعدين سويت معاشي وبعد ما سويت معاشي رحت اعمل ايه افتح مشروع تجاري مثلا ابقى اكون صاحب شركه هنا انا لو فضلت اتعامل بتاع البنك بيتعامل بايه بالطريقه بتاعت الارض وبتاع التاجر ده والمستورد وصاحب الشركه بيتعامل بايه؟ بالطريقه بتاعه الهواء. طيب ايه الفرق بينهم؟ انا لو فضلت اتعامل بطريقه الارض في المشروع الجديد انا بقتل المشروع. ليه؟ لان هنا الموضوع اختلف، انا بتعامل هناك كنت بتعامل مع ارقام كوليتر كل وخلاص كده والدنيا كويسه جدا بيطلع كل النتائج قدامي. هنا بقى بتعامل بايه؟ لازم اتعامل بطريقه الهواء، ليه؟ لان انا بتعامل مع سلعه بتعامل مع منتج بتعامل مع جمهور داخلي اللي هو الناس اللي بيخشوا بيشتغلوا معايا جوه الموظفين بتعامل مع جمهور خارجي اللي هم العملاء بتعامل مع ناس كتيرة جدا وبتعامل مع اسم تجاري وبتعامل مع اعلانات بتعامل مع موضوع لازم اغير طريقة فكري غير كده مش, هينفع افتح لان رأس مالي هيروح والمشروع هيتقتل بمعنى اصح فكر الهوائي والفكر الناري هما الاتنين بيشتركوا في حاجة بيشتركوا في تسطير التاريخ ان انت بتعيش مرتين بتعيش مرتين ان انت بتسيب رسالة بعد ما البني ادم بيتوفاه الله بيفضل علمه ممتد فهو مش موجود بس عايش في قلوبنا زي الشيخ الشعراوي مثلا هو مش موجود بس علمه ممتد تمام؟ طيب لو جينا ناخد مثل ازاي الشغل التجاري ده لما انت بتفتح في الشغل التجاري محتاج تتعامل مع الجمهور الخارجي فمحتاج تتعامل بعلاقات عامه لو حد من الجمهور الخارجي محتاج حاجه حي... الداخلي ع... عفوا محتاج حاجه محتاج فلوس محتاج مساله ما فانت ممكن تدي له هو مثلا عايز 5000 جنيه ممكن تديهم له وتخصم على مدار السنه هيكون حاجات بسيطه كل شهر تخصم له فانت بتحل له مشكلته لو انت مش موجود وهو شاف مشكله في الشركه بتاعتك بيجي بيقول لك في كذا فانا عندي اقتراح ان انت تحلها بكذا فيكون بيكون قلبه عليك ويكون ولاؤه ليك دي حاجه الجمهور الخارجي في حاجه كويسه جدا لازم تفكر لان هي طريقه الهوى بتعتمد على ان انت بتفكر باللي قدامك ده بيفكر ازاي لذلك بيستخدموها قادة في الحرب يعني انا دلوقتي لو قائد حرب وقدامي ناس بيدهموني كويس انا كقائد جيش بستخدمها ليه بشوف العدو اللي قدامي ده بيفكر ازاي طب انا لو حصرته هيجري منين انا هنزله ناس هنا ولو من هنا هنزله الاثنين عشان اقدر احصره واخلص من شره تمام فانا اجي افكر اللي قدامي ده بيفكر ازاي اقدر استعدله فهنا انت بتفكر بالعميل العميل بيفكر ازاي بس طبعا مش عدو ولا حاجه العميل بيفكر ازاي بيفكر ان هو محتاج سلعه كويسه وفيها كواليتي ما تبص منه فانت محتاج تعمله كواليتي حتى لو زودت عليه شويه عشان تكسب اسمك مش تروح تبوظ ويقول لك الشركه الفلانيه طيب لو انت عامل عندك ثلاجه ولا غساله ولا كده انت عندك حاجات بتبيع منتجات كهربائيه اجهزه تمام وكمان محتاج ان انت يا سلام لو اديت له اول ست شهور صيانه مجانا يحبك اوي وكمان تديله بدل ما تديله له ثلاث سنين ضمان اديله خمس سنين لان انت بتواجهك تحديات في السوق لازم تكون اعلى منها لان انت ما تدي خمس سنين هتلاقي برضه بعد فتره حد اداك ادى معاك خمس سنين عشان يعني ينافسك فتقوم انت تدي اكتر طيب ويا سلام لو يجي يشتري منك المنتج ويكون انت عندك مقر بتبيع فيه قريب منتشر مش واحد يجي يسافر عشان يشتري منك منتج وبعد كده انت بتحاول ان انت بترضي العميل باي حاجه باي شكل من الاشكال وهنا انت بتكسب العميل فلازم تفكر اللي قدامك بيفكر ازاي وهنا هتنجح في شغلك وفي في بيتك وفي علاقاتك وفي كل المجتمع الطريقه نرجع ونقول ملخص الطريقه الخامسه هي مد جسور المرونه الفكريه على التقاطع الافكار الاربعه العناصر الاربعه علشان نتخلص من أي مشكلة قد تواجهنا في حياتنا ونكسب أحلى حياة ممكن نقدر نعيشها ربنا يسعد قلوبكم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله انتظرونا في الحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته